ما الصحيح في مس المصحف لفاقد الطهارة الصغرى؟ وهل يستدل بهذه الآية لا يمسه إلا المطهرون في هذا الباب؟ في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، الحديث صحيح. نعم فضيلة الشيخ، يعني لا يمسه مباشرة، أما يمسه من وراء حائل يشيله بغلافه لا بأس بذلك، لكن يمس القرآن المكتوب مباشرة لا يجوز. نعم.